الليلة نحنا جينا جينا جينا. كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك غرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا ان شاء الله حنطرح موضوع برضو بيهم الناس. نحن هنا في قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء بنرحب بكم جدا وطبعا نخش في الموضوع. قلت له يا جماعة ديل ها الحاجات خلاص اكتملت كلها والله جماعة ذاتوا رجوا ديل خجلوني خجلة كيف؟ أنا عاملة حسابي على أساس أنه ناس التعارف ديل جوني ناس كثيرين جوني ناس شوية لما ده ما تعارف ساي ما تعارف ده ما بيجفوه اللبو وتجفوه اللم وبيجفوه الأخوان والأخوات وبيجفوه يعني عمين خالين كذي خلاص كفاية ما تعارف ليش رو؟ البقية ما بتجي ولا ليش عمان خالين الاعمام كلهم من الاسره يجوا والخيلان كلهم يجوا والعمات كلهم يجوا دي العزه كدي انا عامله حسابي والله العظيم ل 500 نفر في التعاون ده 500 نفر شنو كان 500 نفر مع طوال تم العرس كله وخلاص يسوق مرته ويمشي 500 ده تعارف شنو ده اصلا التعارف ولا شنو اصله هزول شنو ده العرس ده بس اسكت ساكت العرس خليه العرس بيجوك فيه آلاف معلفة آلاف ليش ناصر؟ أصلا شنو احنا عازمين من أصلا؟ عازمين منو؟ عازم السودان كله ولا شنو؟ أي زول أنا عرفته في الدنيا دي أنا بعزمه العرس بيتي هو أنت بس تعزم أي زول؟ ما تعزمين لك ناس بسيطين كده الزواج ده ما خلاص الناس اللي بتلموا ذيل مبروك مبروك الموضوع انتهى أنت بس طوالي جارين في الأكل والشراب والبهرجة والحاجات الفارغة أسمع أنا أكلمك أسمح فتح لي ضالك ده كويس انت عندك البنات ولما انت عرس البيت الاولى دي وتعزها ويسوي لها السمح الرجال يجارين عليك جري والله راجلي واحد يجي ما في راجل ساي بيجي بالطريقه دي ما في راجل انت كذا ساعتين بتكرهوهم ما بيجوا اولا خلينا نسهل على البنات اللي خارجا ثم ثانيا يا اخي اي زول يجينا ما دارين قريش احنا المهم اخلاقه تمام هو تمام زول تمام يتحمل المسؤوليه في الزمن الصعب ده طوالي ندوه نقول له سوق مرتك ومشي شنو ده؟ يسوقها وين؟ بنتي انا يسوقوها كده ساكت زي الغنمايه من البيت لا لا يعرسها ويخليها معاك لا ما يخليها معاك لكن يسوقها عزيزه مكرمه انا اعز واعمل له اديك الحاجات اول حاجه افتح حضانك فطور العريس فطور العريس ده لمن يطلع من بيتي يطلع بالمزيقة الدفارات اتنين شايلات الفطور ونسوان الحلة هاي سير وراه والبكاسي شايلين فيها الحاجات اقول لك حاجة لا الشربوت ده بالبغات الكبيرة القدر كدي لا والنسوان هاي سير لشنو يعني اول حاجة دفارين نص تشايل شنو ده نمرة واحد نمرة اتنين هاي سير لشنو تساقى نسوان الحلة كلهن ما مرتين ثلاثة بيمشى معاك انا وخلاص لا 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 وتعرين الناس النسوان تونسن قال لها زينب اختي نحن انا مش معنا سلا الناس اللي بودوا الفطور ديل حتى اسم الله مره زينب اختي دي مشت حتى طلع اداته وبين ودا سكرتي بلوزه وقال قالت انا بلبس سكرتي بلوزه وكان يجيبوا لنا ثياب ساي نحن بقينا نسوان كبار ما نلبس موضه وقول لك حاجة تعرف لا القصة يعني كده اسمعني الناس المغدرين الصحي صحي فطور العريس أول حاجة ناس العروس بيودوا فيهم مرات عدة كده والتلاجات والعربية البودوها دي ذاتها بخلوها لهم والناس اللي بيبشلون ديل ذاتهم وحاط الله في ناس دقوا لي كل مرة خاتم حق ذهب قدر كده ما عندهم شغلة بحياة اسم الله حياة اسم الله ما عندهم شغلة ده كلام شنو ده؟ العرس يا اخو العرس يا اخوي ده كده يعني زول داري عرس خلاص يعني يبقى قاعد ساي لا ورا لا قدام قروش دي ما يستفيد منها يبني بها بيته ويحضر بها ويا اخو اريح الناس ما لقيت تاكل ما لقيت تشرب انا خلى القروش اللي بيسووها دي ما تدوها الناس العيانين وتدوها الناس المرضانين وتدوها الناس اللي تصدقوا بها يا اخي ده شنو ده يا اخي؟
نصدق؟ هاي؟ نحن نصدق من وين؟ نحن نصدق يا اخوي ولا نستر بناتنا؟ دايرة عرس بنتي وتمشي عزيزة مكرمة، والله والله اقول لك حاجة. نفيسة. نفيسة بنت الطاهر. عرس ولادة اثنين سوا. وقال كده عرسوا كان العرس قبل رمضان. أم الأولى دي جابت ديك يا موية رمضان وديك يا العدة ما خمج الستيل والصيني وما خلت حاجة. وديك ما جابت لي حاجة. بالله البيت ولدت ثلاثة. كل يوم تواغسيها. جيبي لي كوبايات بيت نفيسة. جيبي لنا من العدة بتاعت بيت نفيسة. جيبي لنا الطقم جابته بيت نفيسة. وانا بسوي العشاء، العشاء بس على الطقم ده يا اخي. الناس ما لقيت تاكل يا اخي. الفول ده ما لاقين يا اخي. الله يا اخي تفتش في الطقم وتفتش في هنا يا اخي. هو انتوا تشتروا في العدة وين الحاجات اللي بيحطوها في العدة؟ هو في قروش عشان يشتروا بيها؟ ده شنو ده؟ العريس عنده، العريس بيجيب ليك متينة. بعدين اقول لك حاجة، حتى لو العريس ده ما جاب ليك، قطعة الارض اللي عندك دي تبيعها واعمل اللي بتسمح. ابيع بطاطي؟ ايوه عشان البنت تعرس. هاي انا داري عرس انا ولا داري عرس هو؟ وانت عرست بي حاجة؟ ها انت عرست ولا شفت العرس؟ ها ما رموني ليك ساكت انا، لكن اللي بقعد علي ما بتبقى على بنتي. ها وانا كم ما عرستك؟ وانا كم ما نجدتك انا ومرقتك؟ ها والله كان اليوم الليله بايركسي قاعده. انا دي؟ انا ما عزيتك انا. انا دي؟ انا ما عزيتك. والله والله. بس اقول جانا علي الله يرحمه. الله يرحمه. انا الخطاب كانوا واقفين بالصف. هذا اسم الله ابوك راجل. أه؟ راجل ود رجال. أه؟ الا انت ما طلعت اليوم كله كله. ما طلعت اسم الله. والله يا ابوك في اول مقابله قالوا هوي الولد ولدنا والبيت بيتنا. خلي الولد يسوق البيت خلاص احنا عقدنا ثاني ما عندنا شيء. ده الكلام. ده ما الكلام يا اخوي. وهات اسم الله قالوا ان القروش اللي انت تدفعوها دي امشوا اصدقوا بها للناس المساكين ولا اشتروا ولا امشوا للسبيطارات شوفوا الناس العيانين اتبرعوا لهم ولا امشوا المقابر هناك احفروا التراب. الناس دي ماشيه المقابر ماشيه الغيام. الناس نسيت الغيامه ونسيت الحساب ونسيت اي حاجه. وهات اسم الله قالوا اشتروا بها اكفان اشتروا بها اكفان ودوها هناك المقابر. وهي زول ما قادر يدفن ولا ما قادر يحفر ولا كذي خلوها المقابر تكون جاهزه والطوب يكون جاهز دقوا بها طوب. قال لهم تتكلم كيف انت؟ هسي دفع شنو؟ نحن نتكلم في العرس انت في المقابر مالك بتتفاول علينا بلا مقابر بلا كلام فاضي. هاي انت المقابر دي ما لابد 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 من تصليها. كان بكرعيها كان شايلينك ان شاء الله بعد خرف صلاه. ما هسه بعد عرس ليه بناتي؟ بناتي ذاك خليتي وراي. انت ما بتبهدلين وما تجدعين وترمين ساكت يا رجال. والله ما برمين وحات اسم الله ساكت. انا هرت يهمني القروش يهمني الراجل يكون مزعول. ثاني ما عندي شغله. زول يتحمل المزولية عليك الله في الزمن الصعب ده. في زول هسه بيقدر يعيش هسه نحن ما عايشين. يا الله يا الله عليك الله يا اخي. تيجي تقول لي يا بوبار وكلام فارغ وعرس وصالات وكلام فارغ. يا راجل اسمع يا محمد. هوي. انا عارفاك انا لساني ده طويل. انت داير تقطع علي مع النسوان. انا ما داير اقطع عليك. انا داير تقطع علي. انت عندك بنات كتار. انا لما نمشي عرس انت عندك بنات كتار وما يشبعوني بتكلم ما بسكت. اقول مسوين العرس ليشنو؟ بعد ما عندهم معرسين ليشنو؟ ايوه يعني انت خايفه من النسوان عشان اتكلمت فين؟ ما عشونا وقصروا ايوم ما دعش شنو وما بعرف شنو خايفه منهم؟ خايفه يعني انا اسدي اخذ القروش واخسر الزول طبيعي عشان الواطة. عشان انت عشان انت تعرس البنت عشان انت تتباهي قدام النسوان. ايوه اتباهى كيف وامشي في الشارع كيف تاني امشي مدقره كده راسي يعني مدقسه في الواطة انا ها. انا ما لازم امشي رافع راسي فوق. هوي هوي عرس بنتي جبت الاكل ساميه والاكل لا مفضل والصباح وزعناه وودينا للجوامع. ادش ساميه هوي ها انت عندك بنات كتار سواتك دي كان سويتيها والله راجل تاني بجينا ما في. البنات دي يقعدوا انكدسا الى ما نفيد فون الفواد. اقول لك حاجه انت اصلك بتكسر لساني وما بتعمل لي حاجه. انا ما شلي محمد عمها بيقف معاي والسمح كله مسوي لي. مش اللي عمها هاي خلي اللي يجيب لك الحاجات. يلا في 60 يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب يا لطيف يا لطيف سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله. خلي 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 يلا يلا انا 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 اجيب من خالتي من عمتي ساميه. اها يلا الموضوع العرس ده. آه يلا يلا انت المفروض شنو تجيب؟ تجيب لنا كده يعني تجيب لنا كده هذول اجيب شنو كده في كوسرة. آه ونعمل العرس بشكل كويس. اي كوسرة يعني اتنفخ؟ لا لا تتكلم مع العرس يعني 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 طلع الكوش ده والكلام ده. العرس ده ما زي لا 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 يا اخوانا هوي بالراحه. أه. العريس ده جاي يشيل له شيله يمشي شال شنو يشيل يا زول البيت ما زي ناس البحر تكفي الاول باول. اه خلي ها خلي
خلينا أسرة محترمة جدا جدا لا لا. وعندنا أصول في البلد دي وما نرضشينا في اللجنة البحر براحة بنقطع فيك عرق براحة براحة بنقطع فيك عرق يا أخي البنية عندها تاني ستة سبعة بنات أخواتها بوراها خارجهم أمرك سريع ايوه عشان بكره يجي يعرفوا احنا شغالين بالرخيصه و يا خالد الرخيص مش قطع هو قماش سامي يدخل سمحة شديد نعم يدفع فوقه المفروض يدفع فوقه لا حول ولا قوة الا بالله كنت تدوني لا يدق لا اي يدق لا ما تدوني لا انت جاهز انت جاهز ما جاهز اصلا جاهز طريقتكم دي اظن ناس جاهز يا اخي زول قال عنده يعني حبه قريشات ودار يسافر ودار البيت فقولوا دارين نعمل حفلة ودارين نعمل صالة ودارين نعمل غنى يا اخي الكلام ده بيقتله لا 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 يا خالي يا خالي حبة قريشات ما بقولين ما منك كان لكن زول ما عنده قروش نعم يعني دارين ندق لنا صوان في الحلة كده صوان ايوه ونجيب لنا خروف كده نصح والطباخين يشيلوا مي تفاصيل يتفقوك يا زول الكلام ده ما ينفع اي بتخاطب يا ولد في صالة يا ولد اي يا ولد انت امك على الرسابة هذيك انت مجنون ولا شنو؟ ديك بس بس الناس تخرجوا البدي قدر ما انتوا توسعوا الموضوع قدر ما البنات ديل بيبوروا خارجوا نفسكم اي لا لا اي زواج الرخص يا غال شفت لا لا يجيبوها لك بكره شفت يجيبوها لك كده وخذوها لك ويمشوا خلوا لا زواج الرخص بيعمل بالعكس بالعكس الزول الشاري ده بيجي يدينه مدلدلات ساكن ترجع العروس ويشوف قسمته معاه ما في رزق في زول بيكون ما عنده ولا تعريفه يلا لما يعرس البيت بيكون عنده رزق ولا اولاد بيجي من ظهره يكون عنده رزق بعدك الارزاق تفتح يشتروا بيوتهم عمار. لكن زول يا خاشي ساي تضغطوا تقول له اعمل لنا حفله وجيب لنا قيدونا وافتح خروف لسد المال تشعر يا خالي يا ولد اللي بيحصل اللي عنده يدفع ما عنده يا اخي يا اسمعني 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 يعني هيكون نفسه معانا نحن احنا يكون نفسه معانا ما يجي يا اخي ما تضغطوا الراجل الزول اللي انا شفته ده والله لو مشى ثاني تفتشوا له ما تلقوه الزول ده نديه البنيه يمشي البنات الجايات ديل الورا البنات العروس تعال نقعد نخير لكن هسه كده ما في طريقه الله غالي والله بتخليني وشفت دي الجمر في البيت ذات شفت جمره جمره عديل يعني ودي الطريقه بتاعتكم دي يا ولد يشيلوا لنا النشاط يشيلوا لنا النشاط الجمال جمال الروح جمال النفس ان العين فانيه ايوه المرأة ممكن تكون سمحة زي الجمرة لكن تقوم من النوم يا زول توريك الويل يبقى لك بمبي أحسن لك البنية مسكينة وما تقوموا تكلموا معاها كلام بعشان تقول لا العريس اللي يجيب لي ويجيب لي انا ما داري منه حاجه طيب خالد الحفله نعملها في الحله طيب خالد اقول لك حاجه انا اقول لك ننتهي بالقصه اقول لك حاجه اقول لك حاجه احنا الناس عندنا اسره كده ايوه عندنا وضعنا في المجتمع ايوه حصل لنا تجارب بتاع راس حوالينا كده ايوه في ناس عرست اتصالات اسمعني يا صديق والله العظيم الصالات والحفلات والجداد والطبق والكلام ده كله فارغ ما يوم واحد بس الدايمة الحياة اللي انت بتعيش معاه البنية دايرة الراجل ده والراجل دايرة طيب خلاص اشيلها وانشي طيب ما عندك انت وسامي تقول لي نعمل حفلة مش انه مع اولاد الحلة نعم اولاد الحلة يعني هذول عندهم وضعين في الحلة وضعك في الحلة شنو؟ يعني عندي اصحاب يعني عرسوا ليهم وفوتنا حفلات سمحة وكده يقول لي حضرنا لكم حفلة يا ولد يا ولد انت امك ده قول لها اللوكه مشروطه انت مجنون يا ولد منك ما في منك ولا عندك روح انا نافع يعني خلاص نافع ها هسه ناس نافع ما تقول يا اخي اسمعني كل زمن عين ما تبقى زول متخلف كل زمن عنده وقته البنيه دي طالما زول ده دايره يشيلها ويمشي ما انا شخصيا ما داير اي يا اخي بعدين يقول لك الزفه المصريه تلقى ما تحب ما لعب ما لعب والله تذكر احمد اي عنده صلاح الضريره قاتلنا لهنا مع مصاريف وماسكها كده تنكش كش تنكش عفصلها الفستان وبرم اتكايتوا الاثنين انا ابقى في جنس ده يحلل الجلاليب يحلل العريس لما يجي خاش يقول لك العريس جاء ابشر العريس يا عديلة يا بيضة يا ملايكة سيري معاه الليلة شو يا سلام والعروسة الساعة تلقاها حجامة ماشية تنكش تنكش تلقاها مطلع عيونها كبار ملبسينها زفاف 10 يوم في الكوفير تيجي ماشية تاكل السم يا خال نعم اي زمن وله متطلبات واحتياجات وكذا يعني ما حنعكس الزمن كذا عشان ثاني فركه وقر فركه شنو يا سلام فركه اللبن
والله لما نقول لك بخل لبن اي ابو خليزه بيقولوا وشي والله دي وخراطه كده انت والله انا خايف اخلي لبن تشرب وانت شكلك القبيح ده والله العظيم يا اخي العريس لما يجي خاشي كده يقول لك ها والناس لما بيجي يتغدى بخد البيجي دعش بخد العريس لما يجي مالك كده يلقى قروشي كتير هسه يزول بس انت العريس الموضوع ينتهي ها ما الناس كلها ظروفها سيئه صديق الشيخ انت صديق الشيخ انت غلطي قلت لك يا صديق لا خلاص اسمع انا امشي لعمك كلمه قول لك ليك ها ساميه كل الحاجات اللي قلتها امشي لي بس انت بوريك امشي خلاص يا ايمن ايمن جاهز الفنان هاي قلت لك علي جاهز الصالح حجزتها الصالح حجزتها ب 100 مليون لا اله الا الله 100 مليون لا اله الا الله الصالة وبعدك اجرتك عملت ساعتين اوفر شنو ساعتين اوفر تايم في صالة لجرتك لجرتك ايوه اجرتك تجيبوا الفواكه بانواعها فواكه وفي خروف بيعملوا شيء الخروف ده ناس الصالة ذاتهم بينجدوا عار بكم بكم نجد الخروف بس ب 12 مليون لا اله الا الله محمد رسول الله يا مرة العريس اللي انا شفته ده اقسم بالله يقع من طوله ها تقول له كلام زي ده اقسم بالله يقع زي اريال التلفزيون الملون رب والله الزول ده لو كلمته يا اخي صار ب 100 مليون اشتروا له بيت يا اخي العريس يقع العريس كان وقع ميقع انتوا رجاله انتوا بات البيت دارينا كل شنو مال اليوم زي ده كان العريس وقع انتوا ترفعوه ايوه ايوه ها ايوه انا عارفه ايوه شوفي يا بنت العريس يا انت مجنونه ده انتحار والله ده كلام ده كله حرام يا اخي البيت دي الراجل دايره وهي دايره يمشوا يشيلوا ال 100 مليون ولا ال 12 مليون يمشوا يسووا بيوت هناك انت دايره تعمل الحاجه دي لشنو يعني عشان تعمل شنو يا ساميه عشان تصل لشنو ده السؤال ده سايق له عشان تصل لشنو خذلتني لكن ها خذلتني لكن خذلتك في شنو خذلتني خذلتك في شنو انا جيت جاريه من الراجل ها جيت جاريه من راجلي متابش لي اعمامه اعمامه بعزوها لا حول ولا قوه اعمامه بشيلوها اعمامه بسلطتوها والله العظيم يا سامي عليك الله الكلام ده كله انسيه انت دار تحاكي الناس دار تحاكي مرت فلان انا ما بتكلم لكن يا محمد انا ساني ما طويل انا ما قاعد اتكلم استروني يا اخوان استروني استروني والله العظيم ما بقدر امشي في الحله ثاني كان بتدعي على صواب الرخصه الا بالغلا اي مصر يعني اللي سوي لها السمح بتسوي لها السمح والفنان جيبوا اغلى فنان ها اغلى فنان كم يوم بيغني ها بيغني كم يوم في اول حاجه عندها حنه هي في البيت عندها حنه عندها الحنه ذاتها دارين نعملها في صاله صغيره كده يعني طيب كويس كويس وبعدك عندها القيدومه عندها القيدومه القيدومه دي بيعملوها بيعملوا فيها الرز ده بالجيزان الرز هاي انا بحب الرز شفتها يلا وبعدك بعدك ثاني عندها شيء ربيع اسمع القيدونه دي بيعملوها من القيدومه دي بيعملوها الخيلان وبيعملوها الاعمام يا ساميه يا ساميه ما تبقي زولا متخلفه ساكت وزولا ساكت الزمن وساكت الدنيا الدنيا دي بسيطه جدا يعني احنا قعدنا صعيبه البيت دي جاء الراجل وهي قالت دايره هو قال دايره خلاص امشوا يسووا بيتهم القروش اللي دارت الموال العرس اللي ادوا عليهم هم امشي يبنوا بقى مستقبلهم انت ضامن الحياه انت عارف الموت بيجي متى يا مره استر روحك يا اخي توخوجي لكم موت حرتكم ما جاهر خوجي لكم موت التوخوج انت الموت ما بيجي يا شباب نحن هسه في حاله العريس الموت ما يكون علينا والعريس زي ما خلص يعني شو العريس اسمع انت ما بتستروني انا ماشي لي اخواني حقي في ورث ابوي ابيعه وعرس له بنتي امشي 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 بيع الطين بيع البيوت تعالوا عرسوا لبنتك معقول الكلام ده يا اخواننا معقول الكلام ده يعني تبيع الوراق اللي قدام عشان البيت أولي أنت مطرتش؟ أنت أولاً مطرتش من راسك ده؟ تتكلم كيف أنت؟ تحجز الصالة ب 75,000؟ 75,000 اللي بتطلع منه أنت مطرتش؟ والله يا عم أنت ما عارف حاجة 75,000؟ والله الناس ده يجاملونا أنا ما عارف لا وكمان تعرف أنت ما بتشاورنا؟ ما بترجع لنا؟ ما بترجع لنا؟ نحن ما تكلمنا نحن قاعدين والله 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 دفع 5 مليون أربون 5 مليون دفع ارجوك خلي خلي زمن اضافي ده بقول لك هلال مريخ انت بتقول ولا شو زمن بتاع شو زمن بتاع شو كوره يوم كوره القرصه تديها منه ما صالة يلا الصالة دي ب 75 انا الفنان قلت لك البلبس تر 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 حر 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 ذاك وشنو
يعني بيعمل جو كده ده بياخد 35 والله يا مثلا 5 مليون عربون لا لا بتاع صالة ودفع 20,000 للفنان لا والله دفع 20,000 للفنان لا 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 20,000 20,000 يا ولد انت بتفجر ولسه في باقي في باقي يا ولد انت بتفجر بغني شنو بغني شنو لا هم بيعملوا جو ما ظل مدور ظل الصاير مدور اخويا يقولوا عليه شنو يقولوا عليه ما جابوا الفنان الحيد بالله يا جنى يا جنى فنان وصالة يفوت ال 100,000 هاي لا شنو ده كراسي ده والله يا والله غنيت وعرفت والله ما عرفت حاجة كراسي يا محمد يا اخي اسكو ساي الراجل لا الصديق ده والمرأة اللي اسمها سامية دي المستهبلين البنية دي الراجل ده يقعد عليها في الزاوية اللي هناك يشيل المرأة ويمشي يا راجل بلح بس تمر وحلاوة ونوزع على الناس المدعوين لا لا جيبوا الهنود انتوا احنا ما نجيب هنود يا زول ما بنجيب هنود يا خالتي بعد خالتك في عيني انا رايح اعمل نعقد للبنتي انا مشي نعقد لها اي سوق المرأة يمشي سوق المرأة وكلام فارغ سمعتنا طبعا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال غلهن مهر انك سهلن بركه نعم. طبعا المفروض الناس تسهل امور الزواج ولا وناس تساعد الناس يعني بدل انت ما تجي تقول اذا رساله ب 100 مليون وب 200 مليون القروش اللي بتنفق انسايدي بدون اي حاجه دي تستفيد منها في بيتك في حاجتك كده يعني طبعا الشغله دي العقد لما يكون ذاته مبسط وفي جامع بيكون مبارك يعني ده حياة دي ربنا ذاته ما بارك فيها الحياة البزغ الكثير والحياة اللي بيعملوها دي يعني الزول اللي بيعمل عنده يعمل له حاجة مفروض يقدمها للعريس يعمل له حاجة يستفيد منها لقدام مفروض نحن نرجع لعاداتنا وتقاليدنا ونشوف أمهاتنا يتزوجوا كيف ونقتدي بهم لأنه اليومين ده كثير من يعني من الازواج يعني بخشوا في خسائر وبخشوا في ديون في منهم الان فتحوا لهم بلاغات وموجودين في السجون وفي الحراسات وبعد ذاك يدخلوا اصحابهم ويدخلوا اهلهم عشان يعني يحلون من اشكالات الزواج مفروض الزواج يكون بالفاتحه يكون في المسجد وتكون الكرامه كرامه بسيطه بعد ذاك الزول المال اللي عنده يستفيد منه في مستقبله مع زوجته مع اولاده يبدا به حياه جديده والله هو غلهن مالا قالوا اكثرهن بركه والعند واحد مفروض يتخارج منها لانه الزمن بقى صعب وصعب من صعب وبعدين الراجل اللي بيشيل المراه والله لو وديته وزدته ما بتندم عليها لكن كلام الحدايق وقلعوا النجايل دا والسيتي بارك وما عارف شنو ده كلام فارغ ونحن ناس مسلمين ديننا ما بيسمح لنا كده يعني الزول يكون وديصول ان شاء الله العندك ذاته ما عندك يتم لك ابواب وبعد ذاك الامور ان شاء الله بتسلك صراحة كده على حسب بيئاتنا السودانيين وتقاليدنا وعاداتنا السترة بقول لك زي ما في تلقى الزول الملتزم والناس محترم ومغيم بيشيلك وبشيل جناك وبشيل اللي حواليك يمكن انت تديه لكن اذا اصلا زول ما بتعرفه جايك من برا كده او جايب لك نفر ما بديه الا زول عارف وصله وفصله بعد ذاك انا بديه وبتي ومغيم وبتملى من جيبي ما فرقت لكن كون انا اعمل صالح الحج بالاستطاعة انت لو عندك شيء يعني اهلك ونسايبك تعزهم مش تعمل لهم صالة انا ما عندي يورو عندي قروش عندي بهجة وسرور لكن لو ما عندي حاجة بعمل الشيء المعقول وبظبط الامور البسيط المختصر تزوجوا فقراء يغنيكم الله واقلهن مهرا افضلهن بركة وندعو الشباب وكل الاخوة بان ييسر الامر وربنا ييسر ان شاء الله بالنسبه للزواج يعني والتكاليف وكذا يعني هو المفروض ما يكون يعني في هنا مبالغه يعني وحاجات زي دي يعني كل ما الزول الحاجه تكون مبسطه وكذا بتكون احسن يعني تزوجوا فقراء يغنيكم الله حتى لو بالنسبه لل بالنسبه لل يعني ناس ما كده يلا بالنسبه يعني هنا فاتوره العريس وكذا دي حاجه مبالغه يعني المفروض الناس يعني هنا تقلل الحكايه دي
متبسطة يعني. أنا عندي رسالة يا جماعة للشباب الموجودين هنا. في زول هنا ما داير يتزوج؟ كلكم دايرين الزواج وخايفين من الطلبات بتاعت الزواج صح؟ طيب أنا نموذج قدامكم. أنا عرستها وفي جيبي كان ولا جنيه ما في. وعمري بعد اتخرجت من الجامعة ما بعرف أدق طوب ولا أبني، الآن أنا بقيت أبني البيت. بدق الطوب وببني لأنه كافحت في حياتي. قدمت لتمويل أصغر 20 مليون ودي الركشة واقفة. شلت ال 20 مليون ممكن الكاميرا ممكن تشوفها هذه لا. الآن أنا الركشة دي باقي لي فيها 6 شهور بس أسددها. عرست من الركشة كنت سايق للناس بنيت البيت من الركشة. الآن حصلت على تمويل بعد زواج 10 سنين ساك البنوك أصلا ما في ترتا. التمويل الأصغر فاتح يا شباب. بيوتات التمويل موجودة من 5 مليون ل 20 مليون ل 50 مليون. الناس ما تياس بدوك. أنا ساك التمويل قريب 10 سنة ما عندي واسطة. التوفيق من رب العالمين. أنت أسعى وربنا معاك. بالذات عمل الخير داير أسباب ربنا إن شاء الله بيسهل لكل شاب. لكن الزول ما يقعد يقول أنا والله ما عندي. أنت أبدأ بتلقى بنت الحلال اللي بتبدأ معاك وتبقى راجل وتشيلها وربنا يوفق الجميع. ألو أيوة لا لا جيب لي البضاعة هاي أنا فتحت الدكان هاي هاي الدكان فاتح هاي داير لي هاي دستة بتاعت هاي هاي معجون وداير لي كرتونتين شعيرية هاي لا 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 مكرونة عندي مكرونة عندي دكان مليان مكرونة هاي والله ما في دول بيشتري مكرونة ذات وحلة ذات ما أعرف شغالين عدس ها عين بقول لك اسمعني اسمعني جيب معك صابون هاي صابون صابون سائل وطرب هاي إن شاء الله لا 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 لا, لا. أنا ما بدي ما بديك شيء أنا بديك قروشك طوالي بس أنت أدي الولد يجيب الحاجات هاي هاي وجيب معك لبن بودرة هاي داري لبن بودرة خلاص خلاص يا زول خير يديك العافية حبيبي تسلم يلا باي يا سلام يا سلام يا سلام هاي ما تقول لي جبت البضاعة الجديدة والحاجات زادت كل ما اجيك اشتري منك حاجة تقول لي معليش والله دي بضاعة جديدة جبناها ولقينا اسعارها زايدة اديني من القديم لا لا يا اديني بالسعر القديم من القديم الجديد ما تديني منه يا محمد هاي عليك الله يا حمد حركاتك دي انا عارفها طوال انت عامل لي اسمعني هاي انا والله راسي مصدع وتعبان ابلع الدكان ده اداب وكده عليك بنادول ابلع عليك بنادول لا انا بقعد ابلع بنادول اها انا بشد ابيع كده كاش برتاح لكن لما يزول يجي يعمل معي لوك 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 الصداع ده بيجيني تاني لا لا انا ما بدين انا بديك كاش هاي لكن ما تقول ايه بسعر القديم لا بسعر القديم يا اخي انت حاسس عمرك الليله زي اول امبارح ما العمر ذاته زايد احنا بضاعتنا زي العمر زايد حاسس عمرك قاعد ينقص لا لا ذاك العمر اها طيب ما خلاص ذاك العمر الوقت ذاك الزمن الوقت الوقت ما بقيف أه. ماشي طوال اصلا ما بقيف طيب تعرف شنو لا يعني الاسعار بقت خلاص كده بقت زي الزمن ايوه زي الزمن ماشي طوالي ايوه طوالي والله والله يعني هسه البضاعه القديمه تبيعها بنفس السعر حق البضاعة الجديدة أيوة. حرام عليك هذه ما حرام عليك لا 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 يا اخوي اسمع ما تحسسني بالذنب لما دكان انا الدكان ده ما ماجر وانا حسسك خلاص انا ما ماجر الدكان ده بدفع مروحة وبدفع مكيف ما تأجره اها طيب شنو نانا البضاعة ما عندك السعر زاد انت تقوم تزيد طوالي وهي البضاعة اصلا قاعدة انت ما اشتريتها شنو يا حمد ده تبقى لي رغيب وعتيد قال لك رغيب وعتيد هاي ليه بلا في شنو هاي بقول لك رغيب وعتيد ليش انا ما حقك مواطن كشنو كمواطن كمواطن هاي امشي الدولة انا دولة امشي الدولة لا لا ها شنو لا 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 ما كده يا اخي قصة ما كده كيف هاي يا اخوي رفعتك هي لا انا قلت انا فاتحه زكاة وانا جاي اشحذك انا جاي اشيل منك بجان ما بيحقق يا اخي يا اسمع كيس الشعريه ب 6 جنيه ما داير عليك الله امشي كيس الشعريه ب 6 جنيه ما بديك الا ب 4 وكل يوم زايد يا اخي تسالني انا يا اخي انا بزيد الاسعار شنو ده اللبن كل يوم نلقى زايد السكر نلقى زايد الشاي نلقى زايد السكر ده بالله ماشي كده هو الدولار سوا ده شنو ده يا اخوي هوي هوي يا محمد هاي انت شغلك ده شغل شيره لا يعني زول ما ينوم ما تنوم ما ينوم خليك قاعد زي انا نوم الصباح طوال هلقى الحاجه زايده يعني ما نوم ولا شنو يعني وانت نايم لا شنو يعني خلاص وارث ما تقوم خش السوق ده لا هاي بسم الله ما زول بنوم الليل ده ما الليل ده ما للنوم خلاص النهار ده للمعايش نحن نهار وليل شغالين معايش اصل شنو نحن اله يا محمد خليني من اله ولا حديده انت عندك قروش تشتري ولا دار تعمل لوك لوك انا عندي قروش اشتري لكن بالقديم بالقديم هاي لا لا مش دكان الثاني لا بضاعتك قاعده هذه لا ما اشتريت انت ما اشتريت ها ما اشتريت ما اشتريت شنو ما اشتريت بضاعه جديده دقيقه عليك الله ها الو هاي عليك الله ايوه لا 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 ما القروش ديك القروش ديك ما متلخبطه هاي تابع لي عثمان يا دالي عثمان خلاص هاي خلاص اوكي هاي يا احمد هاي انا بشتكيك تشتكي لمنه لحقوق المستهلك حقوق شنو حقوق المستهلك
يا حمد هاي مش قالوا في حاجة اسمها حقوق المستهلك؟ يا اخي اسمعني، لا حقوق المستهلك، لا حقوق المستهلك. أنا شخصياً ما عندي لك حاجة. أنت مستهبل؟ أنا مستهبل؟ أنا مستهلك، أنت مستهبل. أنت مستهلك، أنا مستهبل؟ أنا مستهلك، لكن أنت مستهبل. والله عكستها. هاي؟ أنا تاجر وأنت مستهلك ومستهبل، الاثنين عليك. لا لا لا، أنت والله العظيم بالطريقة دي أنا بشتكيك. يا أخوي أمشي اشتكي. هاي. أمشي 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 اشتكي، أمشي أفتح بلاغ، ده دكان عندك قروش اشتري، ما عندك قروش أمشي أقع البضاعة في الواطة. قول له أمشي اشتكي يعني ضامن إنه ما بيجيك حاجة. يا زول ما عندي، أنا ماشي في السليم. أنا بضاعتي جديدة وسمحة. وعندي بضاعة قديمة. بضاعتك ما جديدة. بضاعتك ما جديدة. ما خلاص يا أخي مالوك، خلاص جديدة ما قديمة. خلاص الدنيا بالقديم يا أخي. ما بدك. حرام عليك يا أخي، أنت ما خايف من الدولة وما خايف من المواطن، خاف من الله يا أخي، خاف من الله. لا لا زول بيتكلم مع زول ثاني، قاعد يتكلم مع زول جنبي قال لي خاف من الله. أي لا لا أنا قلت له خاف من الله، أنت اللي بتسأل الغالي. يا زول أنت مجنون ولا شو؟ لا يا بابكر. بابكر ده زول كذاب ما تسمع كلامه. خلاص بعدين بضرب لك يا أخينا يا محمد. يا زول أنت مجنون ولا شو؟ النصيحة دي أنت بتعوها لشنو؟ يا أخي ما في أي نصيحة، أنت عندك قروش؟ عندي هاي. طيب يلا اشتري. لا شنو؟ بالقديم. بالقديم ما بديك. ما بديك بالقديم والله العظيم كان طرت السماء. والله امشي اشتكيك لجمعيه المستهلك. امشي يا اخي اشتكي لي لجمعيه المستهلك. جمعيه المستهلك انت بتهددني بجمعيه المستهلك؟ انا بحقي انا. زول قاعد يديني قروش بضاعه. شنو؟ في زول قاعد يديني قروش بضاعه؟ ما في زول بديك. طيب خلاص انا بشتري، انا تاجر. خلاص السوق. خلاص خلاص بيع بسعر هنا ما زيد. قول ورا على كيفك. انت اخوي جاي علي ليه؟ امشي ابقى على الدولار، امشي امسك الدولار، كفي الدولار، امشي على الحياه طاير السماء، تبقى في الرز والشعريه والناس، ده كلام بسيط يا اخوي تجوي على كل حاجه. الرز والشعريه دي ما هي عشتي، ده ما اكلهم شرابي. خلاص طيب اشتري اشتري 20 قروش ادينا. انا ما بشتري، انا مش بكلم ناس الجمعيه. امشي كلم ناس الجمعيه بس. كلم اي زول، كلم اليو ان. زول ده يهددني ولا شنو؟ يا سلام يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد ازيك؟ مرحب. الله يسلمك. الله يخليك. والله ليلة جاية تنيني سواني الجمعية في البيت. والله يا أخي جايينك في البيت؟ أي ما شغلتي. ده ليش صندوق كده يعني بتاع بارد ودايرة رايدة طلعين بتاع السكر وربع حاجات بسيطة. حاجات شنو؟ حاجات بسيطة. في؟ ما سجل. سجل؟ الدفتر. هاي. انت كراسك بقى زي كراسه الاملا مليان، كراسك مليان، ده الكراسه الرابع. ما موظفين عادنا اننا هنا اننا مرتبات بيجينا اخر الشهر. ما شغلتي مرتب بمرتبات ولا حراميه؟ عندك قروش بديكي؟ عندك ثلاثه كراسات مليانات تاني الا كاش، ما اقدر ادين انا، خلاص الدكان ده خلاص اتملى. انت قايل التجاره دي شنو؟ التجاره دي ما تعامل، اعرف اتعامل مع الناس ويبتسم في وشهم والما عنده بالقليل مشيهم. أنا ابتسم بس بضحك لك. أنا بتضحك لي؟ أنا بتضحك لي هضحك الفارغ ده؟ لكن لما تجي سعاد، شفت لما تجي سعاد وتفتح مطبقة المطبقة بتاعتها، اتفضل يا حاج سعاد، اتفضل اتفضل يا حاج سعاد يا ولد، أفتح لها بارد ليش يعني؟ أنا بتشتري؟ بتشتري؟ انت تبيعي كلام بس؟ انا؟ انت هاي تجي بعد تمشي، لكن سعادتك راجل مغترب، برسلات تفتح المطبخ كده تطلع الرزم، فكشك فوشك فوشك، الدور جابت ملي، انت ليش تنضمي؟ دار لي سكر، دار لي لبن، وتنطط زي الفار، يعني ما اقدر ابيع لك تعليم يا مرة، هوي، راجل جيحة وانت جيحة، والله لو الفار دخل بيتكم ما بيمروا تاني بتاكلوه، انتوا مجانين ساكت، عايزين تحمانين انتوا. والله العظيم عايز اقول حاجه، وربنا ده ربنا ده لما خلق الناس خلقهم كلهم غنيانين يا اخوانا. يا اخوانا ما في ناس تعبانين، في ناس فقراء، الماء عنده بدي لذول الهناي، التعامل ده كيف يعني؟ انت ابقى تاجر بتعرف تتعامل مع الناس، بالتعريفه تتعامل معه زي البي مليون. الو شفته؟ الو يا عمر. لا 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 كاش بس. يعني الله ما يقعد هناك دل... لا خلاص خلاص ده اللي بيدفع طوالي، خلاص خلاص اديه طوالي. هاي الله يخليك. هاي سامية اقول لك حاجه. نعم. التليفون ده لا جاك جرس. نعم. ولا هز في جيبك. اها يعني ده عشان دار تجاهلني انا يا اخوان. دار تجاهلني انا دكانك ده، انت قايل المقاوم منه؟ مقاوم منه نحن المساكين ده اللي بلقي شويه تعريفه، ما مقاوم منه الناس الغنيانين ده اللي ممكن يمشي السوق هناك يشتروا حاجات ويجيبوها يخزنوها في البيت، لكن نحن المفترض تتعامل معنا تعامل كويس. حرام عليكم يا ناس. يا سامية سامية هوي. ها انت مجنونة ولا شو؟ مجنونة كيف يعني؟ انت دكان ده قايل انا فاتحة تكية؟ ده دكان انا برضه ما بفلس.
انت عندك قروش تعال قلت لك عندك الرسائل ولا انا سنتين بتهينك هل لما طلبتك بحقي ده المليار وطاق كلها وتحسسيني انه المال والبنون ولا شنو اداني يا اخوي انا اكلمك انا اكلمك اداني ده قالوا حجر عطرون كان ترموه بيكمل انا بترم لك شويه شويه تتعامل معاي انت والله ما بتترمي والله ادانك بتتعامل معاه زي حجر التيمم تهبي شكلك تخليه لا بزيد لا بنقص والله انت مجنون يا سامي والله انت ده المجنون والله انت ده المجنون عندك ناسات وربنا بحاسبك على الناسات دي يا سامي عليك الله ما تحسسيني في ناس تشيل لهم حاجات والحاجة بعد تشيلها يا ولد دخلها له العربية يا ولد وصلها له البيت لما نجيك انا تعمل روحك مشغول بالتليفون هاي لك يا سامي انت قاعد تشتري شو لو بالك ده بتشتري حاجة ب30 جنيه يا اخي ان شاء الله ما بتفوت ال 20 جنيه بتعذبيني ساكت تجيبي لكن شوفي المره اللي بتشيل بكم 300 400 يا ولد جاي شارب 4000 شالت شعري ولا انت ليه تقول لي دار لي حبه سكر دار لي حبه انت تقول بتربي لك في يتم انت مجنونه ولا شو وانت فاتح دكانك ده وين دكانك ده ما في حي شعبي يا هون كله الناس انت عارفه والجيش ديل انت اساسا كان داير تفتح بين هناي امشي افتح في محل الجمله هناك لا لا الاسواق الكبيره يا مره هاي ايوه والله العظيم انا اشتكيت للسلطات المحليه شنو يطلعوك من الدكان ده لا تعرف تتعامل مع الناس تعامل صح يا مرة انت يا زول انت مالك انت محمد يا اخي انتوا كنت ما عندكم قروش ما ترموا لامكم فيني انا يا اخي يا اخي انا بشيل مجان انا ما بشيل مجان انا اخر الشهر بدي قروش ولا ما بدي قروش اخر الشهر ما بتدفعي يا سامية ما بتدفعي لك يا راس الرابع والله عندك كراساتك مليانات ما بتدفعي ما بتدفعي انت تدمعي لي ما عندي انا ثاني يا اخي الكراس كله فوقكم في 64 ورقة الكراس ده دافع كراساتك الاربعة ديل ما فاكهات ال 250 مع مليح وشطه وطعميه وحاجات يعني بسيطه كده يعني وانا بشيل منك شنو يا سامي عليك الله في زول بدين كبريت ها كبريت تدين مني كبريت يا اخي خاف الله يا اخي كبريت لك الكراسات دي الماليه مشنو كبريت ملح كل حاجات بتعرفها ما قريش خلاص 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 يا ولد عديها خلاص شيل شيل منه الشعريه وشيل منه اي شيل من دار شيء ثاني هاي ده التعامل يا اخي هاي خلاص شيل التعامل خلاص انا بس دارك انت تتعامل مع الناس كلهم واحد حاضر الفقير والغنيان تتعامل معهم تعامل واحد حاضر حاضر ما تفرزوا الناس حاضر 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 ما تغيب يا اخوي اديني يا ولد الحاجات هاي اديها الحاجات بكره ما تديها الو هاي حسن وين انت بتاع الكارو ده يا اخي السلام عليكم خليك معي نعم ابو محمد انا جايك بموضوع خطير جدا يعني افتكر انه يعني ما اسم ها يلا 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 بيجي اسمع برجع لك بعدين برجع لك بعدين يلا الزول ده شكله الزول ده شكله جنريتر لكن بعرف له هاي دقيقه هاي اساس يلا 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 انا جايك لموضوع حساس شديد ايوه يعني حمود وسعاد اختي حمودي اي حمودي وسعاد اختك اها ماله الانسان ناس مضايق شديد جدا مضايق شديد جدا وانت اسمع البغاله دي قريتها دكتور ولا شنو دي بغاله يا احمد هاي انت عارفني هنا في الحله دي كم سنه قريب ال 14 سنه حصل غريب عليك ابدا يلا اوكي يلا انت عايز تربي لنا شافعني يعني نشتري شنو يا اخو شنو يعني قال لك من اصلا هو محتاج لكبسي يعني ولا اصلا جعان ولا محتاج لحاجات زي دي بعد ده مواد مسكر صح ده ولدكم حمودي الصغير وتسامي وانا صغير يلا عمره 14 سنه راجل كبير دقنه ما رجع لسه لسه سن الطفوله سن الطفوله القانونيه 18 سنه سن شنو؟ الطفوله القانونيه؟ الطفوله القانونيه 18 سنه يا اخوي هوي 14 سنه يا اخوي هوي انا ما فاتح لي فريق بتاع الناشئين تقول لي سنيه ما سنيه اوكي ولدكم ده جاي واقف هناك بعين اهبال زيك بعين الدكان كله يا ولد داير شنو؟ يلف راسه عزمني ساعه ونص واقف داير بيبسي قال لي هو داير بارد قال لي هو داير زبادي قال لي هو قلت له شيبسي قال لي اقول له بالمناسبة قاعد تتكلم عن زول تاني ده حمودي شنو؟ تتكلم عن زول تاني ده محمودي يا اخوي حمودي مش الوقت اللي مش معاك القدوم اللي برا ده لا هو اللي برا لكن يعني يا اخي بيتكلم زيك بيتكلم زيك قال الولد خال يلا 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 اوريك حاجة اوريك حاجة نعم اسلوك منك ما محترم يا حمد احنا قاعدين في الحلة دي من فترة كبيرة جدا ما مفترض انه مثلا يعني تسجر الولد تسجر الولد تقول له امشي امام ربع تبدو انت على يدك يا احمد هاي يا حصل مين قلنا لك يا اخي اداني قروش ناقصه اداك قروش انت عاتب 5 جنيه اداني 4 جنيه قلت له جيب الباقي قاعد يتلاوم قلت له انت ما محترم ما محترم ايوه ما محترم ربه كويس حمودي ما محترم ايوه حمودي ما محترم يا اخي الزول ده بيتكلم عن زول ثاني ولا شنو؟ زول ثاني حمودي يا اخوان مش قريبكم ده بوزو اللي برا الواد ده جاني انا بوزو اللي برا طيب. ده هو قريبكم طيب يا احمد انا عايز اقول لك كونكلوجن كده للي قاعد يحصل ليك يعني اول سلوكك قاعد تعمله شنو كونكلوجن كونكلوجن ها
فاهم؟ كونكلوجن؟ يعني انت وقت فصيح كده ما تديك رجل زياده يجي يشتري الشيبس. يلا 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 المادة ما كل شيء يا احمد. المادة كل شيء؟ السلوك. والله شغال مسلسلات تقيلة خلاص. شنو كل شيء؟ جاهل. جاهل؟ السلوك أهم حاجة في 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 تكوين العجلة. الإنسان. السلوك أهم حاجة في العجلة. تكوين الإنسان ها؟ أيوه. فبالتالي الدنيا ما كلها عاملة عبارة عن دكان يا أحمد ها؟ الدنيا فوق فنون يا أخي. يا أخي اللي يا أخي الدنيا فوق فنون. لا إله إلا الله. الدنيا ما دكان. لا إله إلا الله. يا أخي يا أخي عيب عليك يا أخي. يا أخي عيب عليك يا أخي. عيب عليك أنت يا أخي. عيب عليك انت ده يا اخ شكيتك على الله يا اخ حصلت ماله يا اخ زول ده ما طبيعي قالوا الناس بتشكي منك انت يا اخ يا اخي الدكان ده بقفله انا مشيت لقيت الجمعيه زول ما فيش لا 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 الدكان ده بقفله قالوا عندك سلوك قالوا سلوكك منتهي يا ما بتحترم الناس ما بتحترم ما بتقابلهم مبتسم طوالي ساري يا اخوان وين ابتسم في التعامل يا اخي طوالي قالوا ماسك تلفونك التلفون عندك اهم من البني ادم الواقف بني ادم الواقف ده بكون واقف داير حاجه مستعجل يمشي يقضي غرضه بتوقفه مسافه طويله بتتكلم تتكلم 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 وبعد ذاك تقفل التلفون عشان تشوف الزول ده شنو ضرب لك تلفون ثاني تخلي الزول قاعد واقف في محل ده سلوك ما جميل بعدين ما لو الزول قال لك ادينا حاجه قلت له ما في ما بتقول لي ما في بادب قول ما في شوف شوف الدكان الثاني يعني سلوك ما عندك ما بتقول سوري ما بتقول معليش ما بتقول انت بتتكلم عن منو؟ عندك اعتذار عندك انت يا اخي الناس كلها شكت منك يا اخي الناس كلهم نشكو منك بس الدكان ده؟ هاي؟ الكلام ده كله بس ده الدكان؟ كله في الدكان السلوك ده اهم حاجه في البني ادم انت قال البني ادم شنو؟ ما تعامل سلوك هوي اصلا هوي امي شوفوا 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 بيوتكم خلوني انا يا اخي انت انا دكاني قاعد يا اخي انت لا عندك سلوك لا عندك تعامل لا عندك ابتسامه جميله كلها المواد قادي فيها يا اخي انت يا اخي جايب زيرو يا اخي جايب زيرو؟ ايوه جايب زيرو؟ ما بتعرف تتفاهم مع الناس انتوا ادفعوا حق الكراريس اللي عليكم الكراريس دي مليانه كلها جايبين قاعد 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 الكراريس دافعه كلها يا اخي ما دافعيش انت وسامي يا اخي ويجي كمان ده يتفلسف فيني يا اخي داير من سامي ما داير مني انا يا اخي طيب كلكم ما داير منكم انا منك انت عارف الناس دي كلها غلط وانت الوحيد الصح ولا كيف يعني؟ كيف بتعامل الناس يا اخي؟ استغفر الله اي شغال على كيفك شغال براك اي حاجه اقول لك تقول امشي اشتكي ما عاد بكمش يا اخي ما معقول دي مفردات يا اخي ما جميله يا اخي منك خلي عندك سلوك احترم الناس ابتسم في وشهم يا اخي ابتسم قول لهم حاضر معلش يا اخوان الحاجه دي ما عندي اسف ان شاء الله بكره نجيبها يعني كده زول بيمشي منك مبسوط يا اخوي هوي اتشابع يا زول يا محمد انا بتاع يا زول هي يا اخي الناس كلها تشكي منك اسكت انا خلاص انا بتاع يا انا بتاع انا بتاع دكان ولا طبيب نفسي انا ده قريشات يعني خلاص دار تطلع لنا في راسنا ولا شنو يا اخي شنو ده يا اخي سلوك يا اخي السلوك اهم حاجه في البني ادم يا اخي برا والله طب سخن يا اخي معانا انت دار تسخن علينا نحن مسخنين في الجو مسخنين في الجيب مسخنين في اي حاجه انت جد تسدنا السخانه امشي اقفل الدكان ده لو ما بتقدر عليه يا اخي لا اله الا الله لا اله الا الله دكاننا خلاص زريبة فحم تعالوا اشتروا ثاني من المفترض التعامل تعامل التاير يكون تعامل راقي ويكون تعامل جميل والتاير هو تقوى ومش ظروف الناس الناس لها ظرف يمشيها والناس الوضعهم تعبان يمشيهم التاجر بتاع الدكان يكون بيتعامل مع الزبون بمعامله فيها رقي خالص بيتعامل معاهم في ناس بيكون ما عندهم قروش في نفس اللحظه ويقضي لهم حوجتهم وهم بيرجعوا له قروش اصلا ما حيمكر عليهم وما حيبوا لهم حيجي يوم يرجعوا له يشكروا عليهم لكن لو بيتعامل معاهم معامله شينة او يجي الواد يقول له داير عصير يقوم يدوه شيبس الشيبس ده اصلا مواد كلها ضاره وما صالحه للاطفال بالنسبه للدكاكين في الازعار كل دكان عنده سعر براو يعني تمشي الدكان تلقى السلعه مثلا اذا كان السكر او الشاي في الحله ذاتها ما مش الدكان بلقاه في دكان بسعر ما مش دكان ثاني بلقاه بسعر ثاني لا دي حاجه الحاجه الثانيه اللي ما يكون في السلعة ذاتها في سعر يعني العلبة بتاعت الصلصة يكتبوا فيها مثلا ب 13 جنيه مكتوبة فيها كتابة أنا أمشي لبتاع الدكان على سنة ما كل زول شنو بمزاجه يكتب السعر اللي هو عايزه زيه زي كل الدول دي بتعمل كده أي سلعة بيكتبوا فيها شنو السعر بتاعها مكتوبة فيها ما بكون في احتيال لكن هسه حاليا في احتيال من أصحاب الدكاكين ما كلهم لكن الأغلبية
بمشي بلقى سعر السكر في حته، بمشي تلقاه ثاني في حته بسعر ثاني، العلب بتاعت الصلصه اي حاجه فيها زياده، كل زول شغال على كيفه بسعر بمزاجه، بيعمل اي حاجه شنو بالطريقه اللي هو اللي بتريحه. دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه في مواد تموينيه بالذات البسكويت بالنسبه للاطفال، وانا ذاتي من الناس بلقى شنو مكتوبه في الكرتونه انه شنو ما يعني ما منتهيه، في القى السلعه جوا بلقاها يعني منتهيه، لما افتح انا الصندوق بتاع البسكويت بلقاه منتهي، والقى الكرتونه كاتب لي عليها مده الصلاحيه بتاعتها 6 شهور. ليه ما في رغابه داخل المصانع بتاعت البسكويت؟ ليه الكرتونه بتاعت البسكويت اكتبوا فيها انه السلعه دي شنو صالحه لمده 6 شهور، ولما افتح الماده ذاتها اجي القاها شنو منتهيه؟ وين الرغابه في المصانع؟ وين الرغابه في الدكاكين؟ ما في اي رغابه في اي دكاكين او في المصانع. في البسكويت ده بياكلوه اطفالنا نحن، نجي شنو في امراض اسهالات وامراض كثيره ناتجه شنو للسلع الفازه، يعني ما في رغابه من كل الجهات. السلوك مهمه في الانسان، وبالذات في اشياء بتحصل في الدكاكين والله، يعني احيانا كده تشوف نفسك فيه ما ادري كله بالابسط شيء. السكر 10 كيلو ما تعمل 10 كيلو، 8 كيلو ونص، ال 5 كيلو ما تعمل 5 كيلو، 8 ونص، ما هو مشكلة. أنا بشتري 10 كيلو ب 100 جنيه، لكن بودي بلقاه ناقصة، عشان كده أحسن تشتري بالكيلو يا زول قدامك. الشغل هو أساسا من المصانع، من حي نفس دي ناس الدكاكين ديل، يعني عامة هم بياخذ من السوق، يعني ما الرغابة تكون في المصانع، لأنه المصانع هم بدوا ناس في السوق تجار كبار، وهم بيزيدوا الشغل أساسا. يعني ناس الدكاكين ده في النهايه بيمشي ياخذ وبيجي وبيع للمواطن بنفس السعر، لكن ما في زياده من بتاع الدكان. بتاع الدكان بيتعامل مع اي زول في الحي، لكن الناس سايب بتاع الدكان وبتاع الدكان، لكن ما في شيء. بالنسبه للاسعار الموجوده في السوق، نجي نمسك بدايه السكر. السكر ده كاد يكون انه الشوال الصغير ده كانه بعبوها في المنازل، يعني ما من المصنع. في اشكال في التعبئه، في اشكال في التعبئه، تجي تلقى السكر 10 كيلو تلقاه 8 9 كيلو و 9 ونص، الكبير تلقاه متامه، لكن الصغير بالذات تلقاه ناقصه. تجي الدكان تشتري ويقول لك واحد يقول لك الكيلو ب 11 جنيه، واحد يقول لك كيلو ب 10 جنيه، يعني احنا ما قادرين نودي اتجاهنا على اي مكان. فانا بطلب من السلطات المسؤوله بانه يراقب الحته دي ويشوف ما يهم المواطن. نمره واحد، انا بلفت الانتباه لانه في المدن والولايات بالنسبه للافرام والحاجات الثانيه الحجم بتاع العيش زاد من 3 بقول 2، اي الاسبوع الاول ثاني نقصوه اصغر من الصغير. بالنسبه للدكاكين والمواد التموينيه الباقيه برضه الدكان ده اي واحد تلقى بسعر برا، ويزول باتجاه برا ويزول يسوي عليه كيف، وبرجع المراقبه في كل الاتجاهات. والله نحن يعني بلدنا خيرات وازعه والرحمه فيه، اللي نحن عندنا كذا مصنع بتاع سكر وكذا مصنع زيت وكذا صابون، لكن الليلة اليوم نحن مهما انك تدني الى سلعة بتلقاها ارفع من الثانية. والله نرجو نحن من اصحاب الشركات والمراقبين ان يهتموا لرغبة المواطن. ابعد تطور الحياة والزحمة الحاصلة في كل المدن، فانا بشوف انه يا جماعه هنا والله عندنا دين، يعني عندنا دين بينظم لنا حياتنا، خلينا انه نكون اخلاقيا في التجاره نحن ناجحين، وبيخلينا انه نكون يعني امينين مع انفسنا، يعني في التعامل مع الناس. انت لما تكون تاجر ماسك سلعه معين تكون امين مع نفسك وتراقب الحاجات دي قبل ما يعني المواطن يراقبك، والمواطن ذات مفروض انت اي البارد ده لو بعته مفروض طوال ترفع تشوف صلاحيته 200 يعني، وصلاحيته انتهت ولا ما انتهت. فاي زول المفروض ثقافه يعني يكون عند الناس كلها، اي زول يكون مثقف عارف الحاجه دي عشان نوقف الحاجه دي، لانه الحياه تطورت. ما نكون قاعدين في ما ندمن الادمان زي ما بقول ادمان الثوابت، يعني ما نكون ثابتين كده في حته واحده، نتطور مع تطور الحياه. والدين يعني الحمد لله يعني هو بقى بينظم للناس، يعني ما في داعي نتعب كثير، ونكون امينين مع انفسنا وان شاء الله.